صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه أمر ملكي رقم 28 لسنة 2023 بتعيين وكيل مساعد في ديوان الرقابة المالية والإدارية، وذلك بناء على ترشيح رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية جاء فيه. تعين الآنسة بسمة عبد الرحمن محمد الأحمد وكيلا مساعدا للرقابة النظامية في ديوان الرقابة المالية والإدارية.